أحسن الله إليكم. هذا الأخ السائل له مجموعة من الأسئلة، يبدأها بالسؤال عن حكم السترة وما مقدارها بالنسبة للمصلي. السترة سنة، السترة في الصلاة للإمام والمنفرد، السترة تشرع في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فإن سترة إمامه سترة له، ومقدارها قدر شبر أو ما زاد أو ما نقص، المهم أن يكون أمامه كموخرة الرحل، تكون سترة له عن المارة، هذا هو المستحب. نعم.